في يوم آخر من أيام الإنتاج في مهرجان المرموم التراثي 2016، التنافس بين مطايا الإنتاج في سن اللقاية كان في صباح 22 من مارس. الحضور كان مشرفاً، والعزب دفعت بأفضل ما لديها في سبيل الحصول على الكأس الغالية، لذا كان من الطبيعي والمنطقي أن يأتي التنافس على أشده بين المطايا المشاركة. وظلت الصدارة حائرة في الفترات الأولى من مسافة السباق البالغة 5 كيلومترات. الله يا غزل، الله يا غزل، الأجواء الماطرة الجميلة اللي تشجع على الغزل، اللي تشجع على الغزل من أجل الفوز، من أجل الانتصار. ولكن مقدمة الشوط، مقدمة الشوط الهنوف، الهنوف ما زالت مع المركز الأول. سلطان بن علي اليبهوني الظاهري، الظاهري ما زال مع المركز الأول مقدم لنا الهنوف. ومع مضي الزمن وازدياد المسافة المقطوعة ازدادت شدة التنافس الذي وصل إلى ذروته، ولكن في النهاية تمكنت غزل من نسج الصدارة لمصلحتها وحصدت الكأس الغالي بعد أن قطعت المسافة في زمن وقدره 7 دقائق و37 ثانية و9 أجزاء من الثانية لتهدي الناموس والفرحة الكبرى لمالكها أحمد بن سعيد بن منانة. بن منانة عاد لمكانه إلى زعبيل بالأجواء الماطرة. الجو غيم وخابرك تحشق الغيم، دايم تقول إن المطر لمة أحباب. يا بن منانة غازل الكاس، ولكن كيف وغزل وسلام يا زعبيل بن منانة. تهانينا لأحمد بن سعيد بن منانة. هجن الدار التي تم إنتاجها في العزب المختلفة كانت سباقاتها تحت المجهر، فالكل يريد إثبات أن إنتاجه هو الأفضل، لذلك كان من الطبيعي أن يجيء التنافس في الشوط الرئيسي للقاية الأبكار المحليات للإنتاج قويا للغاية، شوط حضرت فيه المتعة واجتهد كل مشارك فيه لأن يكون هو العابر الأول إلى خط النهاية. موقع الكاس العابر لعبد الله بن سيف بن غدير بن علي العرياني يتعرى من المراكز المتاخره، يتقدم الى مقدمه الشوط، يتوج نفسه مؤقتا الى اللحظات الاخيره. وفي هذه اللحظات بكأس الشيخ مكتوم بن راشد طيب الله ثراه في مهرجان جميل رائع في أجواء اللقاية الماطرة الغريبة العجيبة. يا سلام، 1400 متر، ولا تزال العابر سيدة الموقف عبد الله بن سيف بن غدير بن علي العرياني عبارة العابر. المركز الثاني أبعاد للسيد حمد بن محمد بن مصلح. آل أحبابي، الله وصلكم اللي ما في طب ما لحل أبدا. 1200 تصل الوطن للضعيف بن حمد بن غدير. آل أجتبي تنطلق وتغير المركز الثاني مباشرة، بينما المركز الرابع تحتل الانتحار لمحمد بن بخيت بن نومي العامري. خامس المراكز هدادة، يا هدادة، هدادة قادمة، هدى على المقدمة كيلومتر واحد على خط النهاية. هداد السيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير. ولكن يا جماعة هناك أسماء منطلقة كثيرة حاضرة، ولكن يا سلام، تمسك العابر بتميزه حتى الأمتار الأخيرة، وكان جديرا بأن يعبر بالكأس الغالي لهذا الشوط إلى عزبة مالكه عبد الله بن سيف بن غدير العرياني في زمن وقدره 7 دقائق و36 ثانية و5 أجزاء من الثانية. سلام وتحية لأبطال الإمارات، الكأس إماراتية، كأس المحليات عيناوية مع العابر اللي عبرت وحققت الكأس. تهانينا والناموس للسيد عبد الله بن سيف بن غدير بن علي العرياني. الرمز الأخير في صباح ذلك اليوم كان هو البندقية، والتي خصصت للمتنافسين من الهجن العربية الأصيلة في شوط اللقاية الجعدان المفتوح للإنتاج. الأجواء كانت ماطرة، ورغبة المطايا في الإبداع لم يكن لها حدود.
أشواط الإنتاج للقاية. تابعنا الشوط الأول الشوط المفتوح ذهب مع غزل السيد أحمد بن سعيد بن منانة، وشوط أيضا شوط الإنتاج المحليات البكار ذهب مع العابر للسيد عبد الله بن سيب بن غدير. في النهاية كانت الكلمة للطاغي الذي طغى وتجبر على كل منافسيه وتمكن من إهداء البندقية إلى مالكه منصور بن رمل بن محمد العامري بعد أن قطع المسافة في توقيت زمني بلغ 7 دقائق و38 ثانية و7 أجزاء من الثانية. الطاغي على الجميع، سلام سلام عليكم يا أهل الوقن، واسعد الله صباحكم مع البندقية مع الطاغي للسيد منصور بن رملي بن محمد العامري. سلام عليك يا بن رملي على هذا العرض على هذا الأداء الذي قدمه الطاغي.